عايز تخلي مين يختار، الواد ولا ابوه؟ ابوه طبعا يا ابني. يا مفتري عايز تشغل عندك وزير داخلية سابق؟ اشغله واشغل اللي خلفوه كمان، بس هنشغله ايه؟ والله يعني وزير داخلية يشتغل مكانك. انت اتجنيت يا احمد؟ عايزه يشتغل رئيس المجموعة كلها؟ والله انا لو مكانه مهاردة بقل من كده. لا يا عم بلاها المصلحة دي، بس عايزين نشوف له صرف يا احمد. فكر كده وشغل دماغك الذرية دي. طب بص يا حجيجة، انت ممكن تشغله من غير ما تشغله. يا ساتر عليك، بقولك ايه، انا ما بحبش الفوازير، عايز تشغله ايه قولي. طيب من غير ما تزعق ابوس ايدك هقولك ازاي وتشغله ايه كمان. يا اهلا وسهلا يا معالي الوزير. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج فتحي. والله العظيم يا سعاده الوزير، لما الواحد ربنا بيحبه بيعرفه على ناس زي سعادتك وابن سعادتك. انا اللي بشكرك يا حاج فتحي. سبحان من الف القلوب. طب تحب سعادتك تيجي عندي على المكتب على طول، ولا تطلع عند ماجد بيه تطمن عليه بنفسك؟ يا سيدي كفايه انه في وسطكم. برضه الامر ما يخلاش، اتفضل حضرتك اطمن عليه وبعدين تعالى لي المكتب نقعد براحتنا. ماشي حاج. يا سيد. ايوه حاج. مع الباشا على فوق. تحت امرك يا حاج. اتفضل يا سعاده الباشا. شكرا. اتفضل. شكرا يا حاج. حصلنا البركه والله. الله يبارك فيك. اللهم صل على النبي يا ابني، ولع علينا بخور يا ابني بسرعه. عليه الصلاه والسلام. ايه الاخبار؟ تمام، تعال بسرعه نشوف هيقولوا ايه. يا ابني اهلا يا بابا. عامل ايه يا ماجد؟ عارف ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضل. قول لي عامل ايه؟ لحد دلوقتي ما عملتش حاجه. وما كلفونيش بشغلانه معينه. اكيد يا ابني هيكلفوك. ولا ما يكلفونيش، او كده كده هقبض مرتبي. هما بيدولك كام؟ 5000 جنيه. 5000 جنيه الظاهر عليهم ناس طيبين قوي. طبعا طيبين قوي. هو احنا لو ما كناش طيبين ولاد حلال كنا هنقع في ايد ناس طيبين زيكم، بالتالي كده هنستوعب. عندك حق. طيب بما انه بقى قال طيبين مش طيب، نروح لهم سوا؟ نروح، بس استنى لما اقفل بتاع ده. ده العلم نور. يا اهلا وسهلا سعاده الباشا. يا اهلا وسهلا. اتفضل يا حاج فتحي. اتفضل. اهلا. والله يا فندم سعادتنا لا توصف بوجود حضرتك معانا. والله العظيم يا فندم مكافاه من المولى عز وجل. والله لو حسبناها مكافاه فاكيد انا اللي ربنا بيكافئني بمعرفه ناس طيبين ولاد حلال زيكم. عشان كده انا واخويا احمد طمعانين في سعادتك شويتين. يا سلام، انا تحت امركم. عايزينك تشرفنا في مطعم من مطاعم السمك بتاعتنا، نتغدى ونتكلم ونتشرف بيك وسطينا يعني. ان شاء الله. لا لا لا، ان شاء الله يا باشا. انا شامم ريحه اجل كده في الكلام اللي بتقوله. اجل يعني ايه؟ يعني يا سعاده الباشا عايزينك تنزل تتغدى معانا دلوقتي حالا. ايوه بس. لا 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 لا، ما بسش بقى عليا الطلاق لنروح دلوقتي محل السمك. لا اله الا الله، ده البركه صدفه والصدفه لحظه ولحظة بركة من سعادتك بالدنيا وما فيها يا باشا. يلا يا ماجد يا حبيبي، قفل أوراقك عشان هتيجي تتغدى معانا. يلا حكي. توكلنا على الله. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. بخر يا يحيى، بخر بخر معالي الوزير والبرنس الصغير. خلي ربنا كده يكفينا شر العين. حصلت لنا البركة يا باشا. الله يبارك فيك. يا رضوان. أمر حكي. الكرسي اللي قاعد عليه معالي الوزير محدش يقعد عليه تاني. عينينا الاثنين يا حكي. والترابيزة دي تفضل محجوزة ليل ونهار 24 ساعة، جه أو ما جاش. حاضر يا حكي. تسلم يا حاج فتحي، كتر خيرك. أنا متشكر خالص. بس أنت كده يا حاج فتحي لا مؤاخذة يعني، بتجبر سعادته يجي المحل ده بس. يا رضوان في كل فرع من فروعنا تتعمل ترابيزه لست الوزير. حاضر يا عم الحاج. نفذ يا ابني. انا اصلا يعني ما بخرجش من البيت عموما، نادرا يعني. ده السمك يجي لحد معاليك في البيت يا باشا، بس اتوصوا بقى بالجمبري عشان انا بحبه. وانا كمان بحبه، وخصوصا الحجم الكبير ده. ما تقول يا حبشي بقى، الله مش مهم يا اخي يبقى كبير، المهم يبقى طازه. واحنا الحمد لله معالي الوزير سمكنا طازه بيجي يوم بيوم. يعني مش مجمد ولا مزارع يا حاج؟ لا لا لا، اعوذ بالله، مجمد ايه ومزارع ايه؟ احنا سمكنا بيجي من ابو غير عدل. احنا بفضل الله يا معالي الوزير عندنا اكتر من 105 مركب شغالين لحسابنا احنا بس. اجروهم بقى يا حاج ولا بتشتروا كل اللي بيصطادوه؟ لا بنشتري، مفيش ايجار عندنا. ما بيأجروش ليه؟ ده في امريكا دلوقتي بيأجروا حتى الارض الزراعيه. قصدي معاليك يعني بيأجروا شقق مباني يعني؟ لا، الارض الزراعيه
يعني حضرتك ممكن تأجر أي عدد من الفدادين والمدة اللي أنت تحددها وتزرع فيها اللي أنت عايزه. الله، أفهم من كده إن إحنا ممكن نروح أمريكا نأجر أرض زراعية ونزرعها؟ طبعاً. أيوه بس معليك، إحنا معناش باسبورات أمريكاني يعني. مفيش مشكلة، القانون هناك بيكفل لأي مستثمر مهما كانت جنسيته إنه يؤسس شركة ويزاول العمل اللي بيحبه عشان يزود الدخل وفي نفس الوقت يشغل عمالة وينعش الاقتصاد الأمريكي، بس المهم إنه يلتزم بالقانون. واحدة واحدة يا سيادة الوزير، عايزين نستفيد من كل كلمة، بس الأول ناكل لقمة عشان نشحن ونعرف نتكلم. أيوة صح يا حاج، وبعدين بقولك إذا جاء الطعام يا معالي الوزير أكل الكلام. في أماكن كتير في أمريكا، بس أنا بفضل من وجهة نظري هيستون. هيستون دي مدينة في تكساس وهي أكبر مدينة في الولاية، والمدينة دي عدد سكانها مش كتير، 1,000,000 ونص نسمة، بس الأراضي فيها أراضي خصبة جدا، ممكن نأجر فيها بسهولة. بالله ما شاء الله، بس أنا من وجهة نظر المتواضعة معليك إن إحنا لو زرعنا هناك وبعدين نقلنا المحاصيل على هنا ده بيساوي تكلفة أزيد. ده بعد إذنك طبعا يعني. وإيه اللي يخلينا نجيب المحاصيل على هنا؟ ما نزرع هناك ونبيع هناك. بس أنا موافق في كلمة اللي إحنا نعرف التكلفة دي كام وبعدين نبقى نقارن. ده كلام مظبوط، بس أنا أعتقد إن هناك أرخص، بدليل إن وزارة الزراعة في مصر درست الموضوع ده وكانت هتنفذه، بس مع الأسف اترفض لأسباب سياسية. يا فندم لازم يترفض، ما مش معقول أبداً نروح نزرع أرض أمريكا كلها ونسيب أرض مصر هنا تبوظ. يا حبشي، ما تقطعش معالي الوزير. حاضر، سيبه براحته. بقولك إيه يا معالي الوزير، إحنا مش ممكن نقعد مع ناس من وزارة الزراعة اللي اشتغلوا على الموضوع ده عشان نفهم منهم؟ ممكن طبعاً، مفيش أي مانع. وبعد إذنك يا بابا، الحاج أحمد كان عايز يقعد مع الأستاذ إسماعيل شافع عشان عندنا مشكلة كده في طباعة الكتب. يبقى فكرني وأنا أكلمه. معلش جنابك، هنتعبك معانا، سامحنا. لا يا حاج أحمد، مفيش تعب ولا حاجة. والله يا معالي الوزير، أنت كترتنا وزودتنا. حط له فاكهة يا أحمد. على فكرة، الموضوع ده خد دراسة أكتر من 6 شهور، لدرجة إن إحنا سافرنا ناس أمريكا هيوستن، ورجعوا من أمريكا عملوا ملف قد كده، وبعد كده الموضوع كله باص. لا حول ولا قوة إلا بالله، بس أقول لك إيه يا كامل بيه، رب ضرة نافعة، يمكن ربنا سبحانه وتعالى عمل كده مخصوص عشان إحنا ننفذ اللي الوزارة كان نفسها فيه. فعلاً محدش عارف الخير فين. طب تسمح لنا يا كامل بيه نسخة من ملف هيوستن؟ ولو فيها أي صعوبة أو زعاج لسيادتك يبقى بلاش منها خالص. طبعاً ما ينفعش أعمل الكلام ده، لكن عشان خاطر معالي الوزير أنا هخدمكم، بس بشرط الموضوع ده يبقى سر بيني وبينكم. يا باشا مفيش مخلوق هيعرف عن الموضوع ده أي حاجة غير معالي الوزير أبو ماجد عشان يعرف الواجب اللي أنت عملته معانا. والله بابا كان متأكد إن حضرتك مش هتأخر علينا أي حاجة. طبعاً معالي الوزير أفضاله عليا. والله يا فتح بيه، الوزارة خسرت الراجل ده. يا باشا ما أنا بقول لك رب ضارة نافعة، الوزارة خسرته وإحنا بحمد الله كسبناه، وبرضه كسبنا معرفتك بفضل وجوده معانا.